يا روحي، ليش فقتي هلأ للصبح وانت سهرانة؟ كنتي عم تبكي، مفكرة ما حدا حاسس عليكي؟ قد ما كنتي عم تبكي بحرقة قلبي تقطع. مرة مرت عمي ومرة انتي، انتو الاثنين فرطتوا من البكي. عطيتها حبة تحت لسان لقدرة تنام. يلا روحي على قوتك لحتى ترتاحي، نامي، أنا بعمل كل شي. إذا رجعت نمت شو رح يصير يعني؟ مراد رح يرجع للحياة؟ هيك بالقليلة قلبي شوي بيهدى. بلال تعال يا روحي. يا أحلى أم. عود معي، مشتاق أشوفك. لا تاكل هون يا حبيبي، حطينا لك الفطور برا. وهذا لمين؟ هذا للضيفة. شبك ابني؟ ليش هيك عم تعمل؟ خلي حدا غيرك يخدمها، ما بيصير انت توطي حالك قدامها. خلص يا ماما اهدى. امي لا تزودي علي، بالزور قدران وقف على رجلي. لا تجنيني. لشو هالعصبيه من وش الصبح؟ صراخك واصل لفوق. عمي قلي هالمره الغليظه قد ايه رح تضل عنا؟ خلص عيب، ما بيصير هيك. اسكت اوعى تسمعك، هي رحت وجيت ام اخواتك. نوب، هي ما لها شيء بالنسبه لي. لك انت شو عم تقولي؟ ما عم صدق يا مريم. طيب امتى صار هالشي؟ ما بيرضوا يعطونا شوية وقت اذا حاولتي تحكي مع موظفين الحجز؟ فتون خانم حكيتهم بس ما عم يردوا علي. انا رأيي تحكي مع علي بيك، بلكي بيقدر يساعدنا بشي. للأسف ما بيقدر. فتون خانم جواد خايف والبنات عم يبكوا وانا ما عم بقدر واسيهم. لو تشوفي منظر البيت الموظفين بكل مكان. تعي لو سمحتي. بس لسه البحث ما خلص. مريم انا بدي منك تتحملينا كمان شوي. هلا ما بقدر ارجع. والله يا خانم عم حاول، بس انا بالنهايه بشتغل عندك. عايدة ما عم تسمع لي كلمه بنوب. والولاد محتاجين لك كثير. ايه صحيح، انا رح فكر بشي حل وحاكيكي. يلا سلام. لك انتو شو عم تعملوا؟ هدول اغراضنا، ما بيحق لكم تاخذوهم بدون ما نسمح لكم. بعدي هيك يا بنتي، اهدي لو سمحتي. اتركوهم رح تكسرون، انتو ما بتعرفوا هدول الاغراض قد ايه حقهم. اذا بتريدي يا انسة تركينا نشوف شغلنا. انتو رح تدفعوا ثمن هالشي. بكره بس يجي البابا رح يكسر لكم روسكم وبتشوفوا. عايدة حاولي تهدي يا روحي. عايدة تعي معنا. لا مريم الله يخليك، يعملي شي. قلت رجاكم يا بنات، انا كل شي قالوا لي اياه اني لازم ساعد هدول الموظفين، لو سمحتوا اهدوا. تعوا خلينا نقعد بهديك القرنة. مرحبا يا حلو. لا تخاف لا تخاف يا بموك، أنا ليتني جنبك ما رح أتركك أبدا. عفوا، ان شاء الله ما صار لك شيء. بلال
بيشبهك كتير وبيشبه ابننا جواد بس على أكبر. شايف؟ ليكون بيقربك معقول؟ ما بعرفه، بيكون شي حدا من طيعتنا. قليلي بدك شي؟ هالشاب مين بيكون؟ ابنه لعدنان بيك ولا ابنه لبنت خالة مراد؟ تقصدي نارين؟ ايه هي، هذا بيكون ابنه؟ انت ما بتعرفي حدا هون لحد هلا، خلص مع الوقت رح تعرفي كل شيء، مين ابن مين ومين بيكون اخو مين. ليكي تسنيم، امي عم بتنادي لك بدها اياكي. ايه رح شوفها، لا تاخذيني، نبقى بنقعد وبنحكي يا سلفتي. بلال بيكون ابنها لنارين، وتسنيم بتكون مرت اخي عدنان، وبتكون ضرتها لامينه كمان. اما انا بكون اخته لمراد، اسمي ملك. اذا في شي بدك تعرفي اساليني يا كنتنا. مبسوطه بمعرفتك. لوين رايحه؟ على المطبخ. يلا مرت اخي، ليش ما نزلتي فطرتي؟ شكراً، مو جاي عبالي آكل. اي طبعاً ما رح تاكلي لأنك عم تفكري بولادك، مساكين بقيانين لحالهم، مين عم يدير باله عليهم؟ عنا مربية وهي دايرة بال عليهم هلأ. الولاد لهلأ ما عارفوا شي، ومالي عارفانة كيف بدي روح وأنا بهالحالة. ونحن لشو موجودين هون مرت أخي؟ فيكي ترجعي على بيتك، ولادك ديري بالك عليهم، وبهالشكل أنت بترتاحي ونحن بنرتاح. شو ضروري روح؟ مراد كان عمود عائلتنا وغالي عقلبنا، ورح نضل ندور عليه ليل نهار. سمي برب العالمين وتوكلي بقى. ونعمة بالله، يعني لا تفهمني غلط، بس أنا مالي عرفانة شو بدي ساوي. مراد كان بالنسبة إلي الكل بالكل. مراد لو كان موجود هلأ، لو مراد كان موجود هلأ كان قالك خليكي عند أولادك. عندك حق. كنتنا نحن منحكي مع المسؤولين ومنخبرك، اطمني لا تشغلي بالك. ايه بكون ممنونة، واللي بصير بتقلي عليه. تتصل فيني ما هي؟ ايه بتصل مرت اخي، وليش ما اتصل؟ عدنان ما بدنا نروح؟ فرات اجيت بوقتك، مرت اخي بدها ترجع على اسطنبول بعد شوي، عمل معروف ووديها على المطار، انا بلا ما اتركهم لحالهم هون، من امبارح صرت رايح وجاي الف مرة، يعطيك العافية، تعبناك معنا. استغفر الله، من عيوني انا بوصلها. طيب انتظرني لجيب شنطايتي، في طيارة على اسطنبول بعد ساعتين، يمكن نلحقها. ان شاء الله. ممكن تخليك على تواصل معي؟ في عندي إحساس، رح نتصل فيكي على صلاة الجنازة، بس ادعي ولا تفقدي الأمل. يلا هلا إن شاء الله توصلي بخير. إذا ما استعجلنا رح تروح الطيارة. Thank you.
شكرا كثير لك. هذا واجبي. توصلي بالسلامة. شوفك بخير، يلا بخاطرك. مرحبا. طيارة اسطنبول هلأ في محلات؟ ثواني رح شوف إذا في. كم مقعد بدك؟ بس أنا. وين بتفضلي تقعدي حضرتك؟ وين من كان؟ 15300. تفضلي لو سمحتي. الكرت ما في رصيد. شو عم بتقولي؟ كيف يعني؟ مستحيل. إذا عندك كرت ثاني منجربه، هاتي لشوف. ممكن؟ مو مشكلة، رح أدفع كاش. إيه مثل ما بدك.